زي ما انتو شايفين slay enemies with Halloween skins and win gems. هنا بيقولك ان انت تلعب بالسكنات بتاعة الهالوين عشان تكسب جواهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعضينا في السلسلة الذي لا تنتهي في لعبة زوب. النهاردة جماعة الفيديو بتاعنا هيكون عن الحدث الاخير بتاع الهالوين. زي ما انتو شايفين slay enemies with Halloween skins and win gems. هنا بيقولك ان انت تلعب بالسكنات بتاعة الهالوين عشان تكسب جواهر. وزي ما احنا شايفين في الصورة هو اللي في الحدث بيقولك ان انت لو لعبت بالسكن بتاع في تاخد 200 جوهرة على 20 كل. والعشرين كل بالسكيل بتاع هنري تاخد 300 جوهرة. والعشرين كل بالسكن بتاع لوي اللي هو الفار تاخد 100 جوهرة. والعشرين كل بالسكن بتاع زاك تاخد 500 جوهرة. خلي بالكوا يا جماعة، الحدث مش شغال على 20 كل بس، هو عايز يعرفك ان العشرين مثلا لو لعبنا بفي، عشان انا معايا في، لو جبت 20 كل اخد 200 جوهرة، جبت 40 كل اخد 400 جوهرة، جبت 60 كل اخد 600 جوهرة، وهكذا في كل الشخصيات. يعني الحدث عايز يعرفك ان هو مش 20 كل بس والحدث يقف على كده. تقتل 20 40 60 80 100 ومضاعفات بتاعت العشينات، كل ما تقتل كل ما تاخد جواهر. الحدث جميل وممتع ومشوق، حاولوا ان انتوا تقدروا تستفيدوا بيه. اي حد معاه السكنات من الاربعة دول يحاول ان هو يخش يلعب ويقتل كلات اكتر، ياخد جواهر اكتر. فالحدث جميل جدا حرفيا، وهحاول ان انا انهي الفيديو على كده عشان ما اطولش عليكم والفيديو ما يكونش كبير. ما تنسوش لايك كتير على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. اشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة اول باول. ما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب. علي افضل الصلاة والسلام، وانتظروني في فيديو جديد فيه كل حصري وجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.